المشاكل قابلتني في مشواري، ان انا مثلا ابويا كان كلام سنة 73 او 74، ابويا كان تعبان وعنده مرارة وكده، وابويا كان طلع على المعاش، فابويا عايز يعمل عملية لازم يشيل مرارة، ألم وما بينامش، واحنا بقى اوضتين وصالة و11 اخ واخت وام واب، ابويا طول الليل فابويا فروحت طلبت من النادي ان ابويا يعمل عمليه في مستشفى، وديته انا مستشفى العجوزه. كنت سنه 74، كان الامير منصور بن سعود اداني عربيه هديه، كنت لعبت هناك مباراه مع الزمالك وجبت جول، جبت جول كويس جدا، فهم كانوا معجبين بيا فبقى صديقي واداني عربيه. فحاولت ابيع العربيه عشان اودي ابويا المستشفى، قال له العربيه دي تريبتك، دي عليها جمرك. كان اياميه بقى الجمرك كان اغلى حاجه في الدنيا دي، جمرك، وكان اغلى حاجه العربيه دي كان 8 سلندر، حاجه جامده يعني العربيه دي. ف الجمرك عليها ما اقدرش ادفعه، كان مش عارف 39000 جنيه، ما اقدرش. انا بتكلم سنه 74 يعني 39000 جنيه ده يشتروا فندق. كنت بقى في مش يعني في حدوته كده، النادي يديني جواب عشان تبقى قاعده، ويعني المهم النادي ما يعني ما وقفش معايا في موضوع ابويا، ودي كان اول مره يبقى ليا موقف مع النادي، ان انا طول الليل انا في البيت ابويا تعبان، وصوت ابويا وانا قاعد في الاوضه واخواتي وبتاع ما يساعدكش حتى نفسيا ومعنويا ان انت تروح تلعب. فتاني يوم رحت قلت مش هلعب انا تعبان وكده، والله من غير ضغط، بس اللي انا شفته طول الليل ما نمتش، فكنت زعلان جدا وكنت متاثر. فحصل بعد الماتش دوشه جامده جدا في البلد ان انا رفضت اللعب. انا ما رفضتش اللعب، انا قلت انا ابويا يعني ابويا عيان ونفسيا وطول الليل صاحيين. الله يرحمه الرئيس السادات، تاني يوم اللي تكلموني، طبعا الجرايد كانت كتبت كلام يعني بالنسبه لي ما كانش كويس، ان انا ما رضيتش وان انا رفضت اللعب. وان انا لقيت الرئيس السادات تاني يوم، حد كلمني من المكتب عنده توفيق بيه قورة الله يرحمه، وقال لي في ايه؟ قلت له في كذا. فكلمني محمد بيه احمد، كان اياميه كان وزير الصحه تقريبا، وفي مكتب سياده الرئيس. ولقيت عربيه جت خدت ابويا وديناه المستشفى، عملنا له العمليه. انا حسيت بقى بقيمه رد فعل الناس المسؤوله الكبيره في البلد، الاهتمام بيه هو الحاجة كده. في نفس اليوم راح دخلوا لي تليفون، ركبوا لي تليفون في البيت، يعني نظموا لي موضوع العربية ده ان انا لازم احله، وكان الامور الحمد لله مشيت كويس.